عندنا واحد الدوار في دغالة بلاد حمو المطالسة، عشرات الناس ما عندهمش الضو، كاين ركايز في الباب، تتخرج من الباب تتلقى كركيزة، وهما تمشيو عند المدير تردنا الجماعة تردنا عند المدير، الرخص عطاونا من الجماعة، عندنا الرخص ديالنا وما عطاش المدير، تيقول لك الجماعة عطاكم الرخصة سير يعطيكم الضو. حنا المدير هذا ما تيعطيناش الوقت، تنجيو عنده تنعيطو عليه ما تيعطيناش الوقت، ما تيرحبش بينا، المهم هذا المدير هذا ما جايب واحد القانون اللي ما كاينش. حنا هو ولادو تيقراو على الضو، حنا ولادنا تيقراو على الشمع، كيفاش التلميذ اللي غادي يقرا على الشمع؟ كيفاش التلميذ اللي غادي يطلع؟ حنا ضايعين، حنا بوبريا ضايعين، علاش حنا خصنا نعرفوا هذا المشكل هذا، خصنا نعرفوا شنو هو، فهمتي؟ ماشي هو زعما هو لا داير، هو ما قال الكرس الشبعانه ما حسب الجيعانه، علاش زعما هادشي؟ حنا القانون ديالنا تنخلصو، حنا الصندوق ديالنا تنخلصو، حنا مواطنين، إذا ما كناش مواطنين نشوفوا الحل هذا، حنا تنطلبوا الحل هذا، تنطلبوا من السلطة فكنا هذا الحل هذا في أقرب وقت، واللي غادي يكون شي مشكل كبير، حنا خصنا نفكوا هذا المشكل هذا، والسلام عليكم. السلام عليكم. حنا واحد المجموعة ديال الناس مضرورين من الضوء من الماء، حنا دابا ساكنين هذه مدة 3 سنين، حنا ساكنين كنضويو بالشمع. الدار التالية فيها 4 ديال الكزاوز كيقراو على الشمع. واش الدراري اللي غادي يقراو على الشمع في وسط الدري واش عايب الله؟ اللهم هذا منكر. حنا ما طالبين حتى شي حاجة كبيرة. طالبين بأبسط الحقوق ديالنا. طالبين غير الدور. حنا كمغاربة، حنا مغاربة ولا ماشي مغاربة؟ حنا مغاربة، عندنا الرخص ديالنا، الجماعة عطاتنا الرخص ديالنا. هذا المدير هذا ما بغاش يعطينا الضو، ما عرفناش عليه. ما عطاناش شي سبب مقنع باش نعرفوا راسنا حنايا علاش ما عندناش الضو. إلا رحنا مواطنين خص السلطة تدخل تعطينا حنايا الحق، أبسط حقوق ديالنا، حنا ما عندنا حتى شي حق في الحياة هنايا كاع كاملة، باغيين واحد الحق قصير من حق أي مواطن من حقه الضو. كاين اللي عنده بوطو في الباب وما عندوش. حنا ساكنين دوار تما فيه الضو، حنايا جايين برانيين ما يعطيوناش الضو، علاش زعما؟ حقرينا. إلا ما داروش حد لهذا المشكل هذا وما عطاوناش الضو، راه غادي تكون شي كارثة تما اللي ما عندهاش الحل كاع. كاين اللي عنده ركيزة في الباب وما عندوش الضو. الناس عندهم ركيز في الباب. كاينين حنا تما 11 واحد، كاينين 6 ولا 7 عندهم ركايز في الباب، ما عندهمش الضو، ولادهم مسافرين كيقراو على الشمع، لا الضو، لا الماء، لا التليفون، لا حتى شي حاجة. أبسط حاجة حنا الضو. حنا بغينا غير الضو دابا. حنا ما بغينا حتى شي حاجة منهم، بغينا يعطيونا يساعدونا تدخل السلطة تعطينا الضو، حنا من حقنا كمواطنين نشعلوا الضو والله ينصرسينا. حنا سيدي ساكنين هنايا في دوار الدغالة، حنا كنقلبو نعم سيدي الجامعة عطاتنا الرخص ديالنا، ولكن المدير ديال الدو حنا كنجيو لعندو وهو كيرفض لينا، نشوفو السبب كيفاش، حنا دابا ما عرفنا دابا السبب ديالاش، حنا كنقلبو على الحقوق ديال الدو ديالنا، ما كنقلبو حتى على شي حاجة، ولكن بنادم دابا عنده مثلا 4 دراري ولا 3 ولا 5، شحال من واحد تحرق له ولدو على الشمع، كيبقى كيحفظ حتى كطيح عليه الشمع كتحرقو. اش من السبب ديال المدير؟ السبب ديال المدير، ماشي حنايا حتى شي واحد ما لقينا معاه مشكل الا مع المدير ديال هذا، ما بغيناش المدير ديال الكاميرا. حنا هادشي علاش كنقلبو؟ الا كاين مسكين مثلا كيهضر على حقه، كيفاش نعم سيدي؟ واش غادي بنادم غادي تجي لعند المدير ويقول لك اودي انت يا سير موت ولا دبر راسك ولا شوف كيفاش غادير؟ الانسان مثلا كيخدم جورني كيخدم كيجي من عندك ما تيخرجش عندك 6000 فرانك ولا 7000 فرانك وكيقولوا نعم سيدي خاصك الرتاحه ب 35 مليون، فين غيلقاها؟ فين دابا هاد الشيء هذا؟ الله يجزيكم بخير، حنا كنقلبوا على الحقوق ديالنا باش الانسان مثلا يعطينا الحقوق ديالنا، يعطينا الضوء ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعاش المالي. ما بين البطول هنا واش المشكل اللي حتى بعدا بعيد ولا بعدا 6 متر ولا 4 متر 4 متر اللي بقات في الشارع هو وليت مواطن ما هذه راهاش مشكل 4 متر اللي في الشارع وري داك الشيء اللي مخدم انت دخلوا معاك وري داك الشمع وداك الشيء انت ستراسيون ركبتو مدوزو برنت وغات بوسو عندي حاجه تنو غات بوسو سناي خلاص البوطو يا اخش بوطو صوت واحد يجني سيف انت بغيت واحد هاو هبط كان ما كاين لا دولة ولا تنقرا غير الشمع وتيتعلم دابا هذاك كيتعلم علينا غير نعم سيدي الدراري كلشي بحال هذا واش باقي مثلا غادي يقرا الشمعه
لا يمكن كاع هادشي هذا. هضره وليدي. انا تنجي من المدرسه دابا 6 سنين تنجي من المدرسه، تنجي تبقى يطيحوا لي الشمع على الكتف وتبقى نمشي للمدرسه تناكل العمر كيفاش؟ واش بزاف نتوما كتعانوا من هذا المشكل ديال الطول؟ بزاف هذا واش بحرام؟ راه دابا تقريبا شي 3 سنين هذه. 3 سنين بالنسبه لكم وصافي ولا للجميع الدوار كامل؟ لا لا غير بالنسبه لينا حنا هو. هما مثلا الناس اخرين راه عندهم الضو ديالهم، هما شغلهم؟ قالوا هما راه عندهم الضو ديالهم، حنا اللي كنعانيو من هذا الشيء. نروح نمشي. هذا الشيء هذا راه زعما اللهم ان هذا منك. الراجل يبدا يجيب معنا عامس قابس هاد الشمع كتمشي ليه غير فوالو كون غير بعدا شي حاجه ديال الضو مثلا الشمعه كتبقى تما كيديها الريح والولد كيقرا وكطيح ليه على الدفاتر مره كيحرقهم مره يمشي عند المعلم العامس ديالو يشبعو عمود على من على الشمع عيب اصاحبي والله لا هادشي هذا راه ماشي والله لا عيب كبير عيب كبير ولكن حنا عاود فسميتو في واحد الحاجه حنا بوبريه ما عندناش مثلا الكافي مثلا هادشي علاش مثلا كيبغي المدير مثلا الفلوس ولا الله اعلم ولكن ملي كتمشي عنده ويقول لك سير تموت ما يمكنش هادشي هذا سير سير تروح انت ما عندك ضوء ولي الماده راه مخلين الضوء ديالهم والله جا عندهم زيد وري صاحبك دخلوا زيد سير زيد سير 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 زيد قدامك زيد هنا خلي تسطولو وما عندناش الضو واش نزيدو كطالب انت ها ولا بغيت الضو بغيت الضو يعني انا نفرش في الدراجه